هذا كتاب لسان العرب للإمام جمال الدين ابن منظور الأنصاري المتوفى سنة 711 هجرية، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 779 يقول: وفي الحديث أي القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. المراد بقرب العبد من الله عز وجل القرب بالذكر والعمل الصالح، لا قرب الذات والمكان، لأن ذلك من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.